السلام عليكم مشاهدي الكرام، مرحبا بكم في قناة محسن الغزالي للسفر والتجوال وتصوير المشاريع بمدن المملكة المغربية. كما تشوفوا الإخوان معنا، وقبل ما نبداو هذا الفيديو كنبغي نشكروا كاع الناس تاني مجددا كما كيدعمونا، الناس اللي كتشجعنا، الناس اللي كتحفزنا من أجل الاستمرار في نشر فيديوهات المملكة المغربية. كما تعرفوا الإخوان، حنا الآن كنتواجدوا أمام واد أبي رقراق بالقرب من المسرح الكبير. كما تعرفوا هذا المسرح اللي الأشغال تقريبا قربت تنتهي فيه، والإضافة ديال هذا المشروع هذا اللي بالقرب أمامه كما تشوفوا بأننا جينا اليوم كنحاول نصوروا المسرح، وفي نفس الوقت كنصوروا الباركينج ديال السيارات اللي تبارك الله تطورت في الأشغال. بالنسبة للإخوان، كما تعرفوا بأن هذا المشروع قرب ينتهي إن شاء الله، وبقى عليه والو في الأشغال، والدليل وهو بناء الأشغال في الخارج، بدء الأشغال في الخارج ديال المشروع. وكما تعرفوا بأن هذا المشروع عنده، نعطيو عليه بعض المعلومات بالنسبة لهذا المسرح الكبير واللي كيتواجد على واد أبي رقراق بمدينة الرباط. البداية ديال هذا المشروع كانت سنة 2014، أما بالنسبة للمساحة فهي 7 ديال الهكتار. غادي نحاول نتحدثوا على الميزانية، فإن بالنسبة للميزانية ديال المقدرة ديال هذا المشروع فهي 1.677 مليار ديال الدرهم. بالنسبة للطاقة الاستيعابية الإخوان فهي 7000 مقعد وقاعة للعروض ديال 1900 مقعد. بالنسبة للمهندسة اللي أعطت التصميم ديال هذا المشروع فهي زها حديد، بريطانية من أصل عراقي، والتي توفيت سنة 2016 بالولايات المتحدة الأمريكية الله يرحمها. كما تعرفوا الإخوان، دابا قلنا بأن هذا المشروع هذا ديال المسرح الكبير ما فقدش فيه الأشغال بزاف، والدليل وهو بدء يعني الأشغال خارج المشروع. كما تعرفوا كما تشوفوا معنا الآن، نحاول نطلع القنطرة ديال الحسن الثاني اللي بالقرب من المكان، وتما غادي يبان لكم المشروع بشكل واضح ديال هذا الباركينج اللي سبحان تبارك الله فيه الاشغال قربت تنتهي فيه بشكل سريع. ما بقى لي الا ان نودعكم، وكنشكركم كاع الناس اللي كتدعمنا والناس اللي كتشكرنا. تابعوا الفيديو حتى الاخير باش تشوفوا جميع الزوايا ديال هذا الباركينج اللي تطورت فيه الاشغال وقربت تقريبا ان شاء الله تنتهي فيه. ما بقى لي اذا نودعكم ونقول لكم لا عجبكم الفيديو ما تنسوناش بجيم والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر في نشر الفيديوهات ان شاء الله. تحياتي لكم جميعا اخوتي، ما بقى لي الا نودعكم، شكرا لكم بزاف.
ترجمة